السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا واخواتنا المحترمين، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وده لاخواتنا في فلسطين، وده لاخواتنا في السودان، اللهم فك عنهم الغمة يا رب العالمين. وصلوا على النبي. ونبدأ موضوعنا بالنادي الأهلي زي ما احنا متعودين. النادي الأهلي يبدأ استعداداته لمباراة شباب بلوزداد يوم الجمعة القادم بإذن الله. امبارح في التدريبات محمد الضوء كريستو يتعرض لشدة خفيفة في العضلة الخلفية، وبيرسي توم ان شاء الله مجرد رجوعه هيتعرض على الجهاز الطبي باذن الله من غير ما اتعرض. واليو ديانج الحمد لله طلعت يعني هي كدمه خفيفه في رجله امبارح اتعرض لها في التدريبات. ونبدا موضوعنا بكابتن اشرف قاسم، كله يدعي له بالشفاء العاجل. انا والله العظيم كنت طالع زعلان من اللي بيحصل ومن تركي آل الشيخ والكلام ده، بس والله 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 وانا الحال ان انا اسعد واحد في الدنيا من سياده المستشار تركي آل الشيخ بحوار كابتن اشرف قاسم. الله يصلح حالك، لان في حاجات بتبقى خارجه عن ادانا. احنا مش هنحمل حد وزر، بس هو راجل زي ده اما يعمل عمل زي ده الله يصلح حاله. اي والله 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 بره الكوره بره اي حاجه كانسانيا، حتى ولو كانت بخدع من لسانك فانت راجل محترم. والله 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 انت راجل محترم وتشكر على اللي انت عملته. يا ريت كل اخواتنا المحترمين يدعوا للكابتن اشرف قاسم. الف شكر اخواتنا المحترمين.